أحبتي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد، درس 104 مع كلمة مهمة جدا، كلمة but. but هي أن أشرحها ونأخذ أمثلة عليها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها. كلمة but لديها كثير من المعاني، أهم هذه المعاني لكن إلا ما عدا سوى but. but إذن كلمة but خلنا نأخذ المثال على الأول على هالكلمة. He stumbled but didn't fall. He stumbled but didn't fall. He stumbled هو تعثر but didn't fall لكنه لم يسقط. Didn't fall لم يسقط. He stumbled but didn't fall. هنا but أتت بمعنى لكن. المثال الثاني the whole truth. The whole truth الحقيقة كاملة. الحقيقة the whole truth. Truth الحقيقة and nothing but the truth ولكن لا شيء سوى الحقيقة أو غير الحقيقة. The whole truth الحقيقة كاملة and nothing but the truth الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. إذا كرر هذه العبارات بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح واكتبها في كراسك أيضا. The whole truth and nothing but the truth ممتاز. أهم مرادفات كلمة but however ومع ذلك however only تأتي بمعنى آخر فقط لكن هنا تأتي بمعنى لكن أيضا. only لكن no more than ليس أكثر من no more than yet مع ذلك وتأتي بمعنى لا يزال أيضا. إذن هذه كلمة but أهم مرادفاتها أمامنا، أحفظها جيدا. وضع الآن كلمة but في جملة، كون جملة استخدم فيها كلمة but واكتبها في التعليق حتى يستفاد منها الآخرين أيضا. شكرا لكم على المتابعة، انتهينا من هذه الحلقة، انتظرونا في الحلقة القادمة مع درس جديد وكلمة by سوف نشرحها بالتفصيل. انتظرونا قريبا وشاركوا أيضا في الاختبارات تجدوها أسفل هذا الفيديو، سوف أضع لكم جميع الاختبارات كل 10 كلمات على حدة نراجعها ونختبر بها في 10 أسئلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.